زوار ومتتبع موقع جزيرة نيوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار متابعة ما يسبق نشره وللتأكد مما مدى تعاون ولا تعامل السلطة مع هذه الفتاة اللي كنشرو اليوم. حنا أمام شركة ديال السيارات حصناعي، يسبق لي نشرنا بأنه راه غادي يفتحوا واحد الباب ضدا على القانون بطريق مراكش، وغريب في الأمر أنه تم فتح الباب. وهذا الباب من اللي بغاو يفتحوه كانوا علقوا واحد الورقة كيقولوا فيها راه كاين ترخيص رخصة عداد رقم كذا وكذا. ألور للإشارة هذيك الرخصة فهي ديال واحد اللجنة إقليمية، هاد اللجنة إقليمية اللي صادقت على باش يكون واحد القنطرة، يعني واحد الباساج اللي شاركت فيه الحوض المائي، الجماعة، العمالة، المهم بحال التويسيات هادو. ألور هما شاركوا وداروا باش غادي دير هذيك القنطرة بمواد خفيفة. باغي ندخلوش حنا في الديتاي واش ديك المواد خفيفة، واش هي العود ولا حديد، وإنما مواد خفيفة تقدر تكون أي حاجة. هاد المواد الخفيفة وعود والحديد ولا هادي ليسونسيال، المهم بناء قنطرة، يعني ممر راجلين باش يدوز فوق يدير ديك القنطرة ويدوز فوق من داك واد فليفل بين قوسين وفوق ليسباس فير والى اخره. صادقوا عليها، دونك هذاك هو داك الرقم ديال هذيك اللجنة، ولكن قاعد يتفتح الباب ما كايناش نهائيا في هذه الرخصة. وبالتالي هذا الفتح اللي داروه هو مخالف للقانون وخصو مخالفة وارجاع الوضع الى ما كان عليه. اذا بالنسبه لنا احنا ها هي القنطره، دونك هذه هي لي اوتوريزي، هي وهذا الممر، هذا الباب نو اوتوريزي. دونك هذا الباب اللي تفتح هنايا، دونك خلاها مولاها البيران ومطرقه من اللي الدر والماصه من اللي ضربوا في الحيط نو اوتوريزي، وبالتالي وجب ارجاع الوضع الى ما كان عليه. هنا لا بد من تدخل ديال السلطه، هاد الخدمه ديال السلطه، السلطه هي اللي خصها تدخل باش هاد الوضع هذا يرجع الى ما كان عليه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.